السلام عليكم. البنتاغون: الهجوم على ناقلة ميستر ستريت انطلق من اليمن. لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، واذا كنت من المشتركين لا تنسى الاعجاب بهذا الفيديو. قالت دانا سترول نائبة مساعد وزير الدفاع الامريكي لشؤون الشرق الاوسط اليوم الثلاثاء، ان الهجوم بالطائرة المسيرة على ناقلة ميستر ستريت جاء من اليمن. وردا على سؤال عما اذا كانت التقديرات دقيقة عن ان الهجوم جاء من اليمن، قالت سترول: نعم، يمكنني تأكيد التقارير. وأضافت: خلال حديثها مع جلسة استماع بمجلس الشيوخ، كان هذا هجوما بطائرة مسيرة وهو مدعوم من إيران. وكانت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية أعلنت قبل يوم أن استنتاجات الخبراء تؤكد أن الطائرة المسيرة التي استخدمت لاستهداف ناقلة ميستر ستريت في خليج عمان انطلقت من اليمن، وهي من صنع إيران. في الأخير، إذا كنت من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.